ننتقل بقى للموضوع المثير للجدل، صندوق دعم الاسره. والناس بتقول لك، والناس اللي بتتجوز دلوقتي بتقول يا جماعه هو احنا عارفين ناكل ولا نتجوز ولا نقدر ان احنا نتمم الزيجه عشان تحطوا علينا فلوس؟ هو بالفعل في فلوس بتتاخد اعتقد من الان سنة 2004 على توثيق الزواج، على استخراج شهاده الميلاد. وكل ده بيتحط في الصندوق، يعني هو كل المبالغ البسيطة، عشان بس الناس بتقعد برضه تبالغ جدا، المبالغ البسيطة ال 100 جنيه اللي بيتحطوا عند الزواج، أو ال 20 جنيه طلع عند استخراج، أو الكلام الفاضي ده، ده بيتحط في الصندوق. 50 جنيه على قسيمة الزواج والطلاق وشهادة الوفاة وشهادة الميلاد. والزواج 50 جنيه ولا 100؟ 100 بقت 100 100 الطلاق 100 قانون ماشي جديد. انا بتكلم على اللي حاصل طبعا. الصندوق ده عند بقى وجود طلاق او كده بيصرف على، قبل بس ما نقول بيصرف على ايه، هندفع كام؟ لان ابتدى يبقى في اشاعات انه 1% من المؤخر، فالناس بتقول لك لا والله ما كاتب، مش كاتب مؤخر، بقى انا هكتب 1% ليه؟ مثلا نسبه، هل هي نسبه؟ يعني هل معلوماتكم مثلا انها هي 1% بحد ادنى 100 جنيه أيوة من مؤخر الصداق، من مؤخر الصداق. طب افرض حد كاتب مؤخر صداق كبير ليه؟ او حد كاتب المسمى بيننا، او حد كاتب المسمى بيننا هيدفع ال 100 جنيه، المسمى بيننا هيبقى 100 جنيه، يبقى هو كده ظلم الست ومش هيبقى عندها حق. صحيح. يبقى هو دلوقتي، ما هي دي مشكله حكايه النسبه دي سيادة المستشارة، هي 100 جنيه، هي 100 جنيه. 100 جنيه، لكن لو حد بيكتب مؤخر كبير ما هو طبيعي بياخد نسبة، المأذون بياخد منها نسبة، فطبعا ممكن ما يعملش كده. ماشي، المأذون ياخد نسبة بالزبط. بس كمان الصندوق ياخد نسبة؟ لا، الكلام ده مش حقيقي. النسبة يعني أنا بعتبرها نسبة رمزية، لما بنقول 100 جنيه يعني مقطوعة. ما هي دلوقتي 100 جنيه أكيد هتزيد، لأن هتزيد 120 جنيه أو 150 جنيه. ست نائبة سامعة إيه؟ 1% من المؤخر. 1% من المؤخر. أيوة. رايك ايه؟ الحقيقه انا مش ما عنديش معلومه مؤكده حول الرقم، لكن انا مع ان احنا ندفع لصندوق دعم الاسره، لان ده مش بس حمايه للمطلقه واولادها، كمان حمايه للارمله. انه في الاخر مين بيخش المحكمه عشان يعني اللي شايف نفسه انا لو طلقتها اديها فلوس ليه مثلا، او متضايق ان هو هيشيل في ده. طب لا قدر الله لو توفق الله، ما هي مراتك دي بتروح ترفع نفقه اقارب، نفقة الأقارب دي على بال ما تاخد الفلوس دي تشحطط هي وعيالها، هتاخد من الصندوق يعني إذا في ضمانة. مين بقى اللي هياخد من الصندوق ده؟ هو ده السؤال، مين اللي هياخد من الصندوق؟ الحاضنة والنفقة واللي هياخد النفقة أيا كان من الأقارب. يعني الناس والزوجة، راجل وست اتطلقوا، إمتى الست تلجأ لي هذا الصندوق؟ لما اولا في فكره اللي هي في يعني مبلغ مقطوع لحظي اللي هو متعلق بوثيقه التامين، كنت اتكلمت مع حضرتك قبل الحلقه في ده، في حاجه اسمها غير موضوع الصندوق وثيقه التامين على الطلاق. او لا قدر الله حصل للطلاق بتاخد وثيقه التامين، ده رقم واحد. ده غير الصندوق. هو بنك ناصر هو بيشرف على القصه دي كلها، البروسيس دي كلها دلوقتي بنك ناصر، بحيث ان هو حصل طلاق بتاخدها الاسره، في تقصير في النفقات ما عندوش دخل معين يقترض ويدفعه بعد كده الصندوق. طب اقترضت من الغير وحد من الاقارب مثلا، اقارب الزوج صرفوا عليها، تروح بعد كده الصندوق يبقى داعم او فهماني. فهي في الاخر البروسيس كلها تبع الصندوق بتحل مشكله نفقات مطلقه، ارمله، حضانه، كل ده بيتحل في المشاكل الصندوق. اللي تتعلق بالنفقه برضو مين بيروح مها، مين بيروح يعني رجل وسيده اتطلقوا، لو هو بيدفع واجباته وهي بتاخد حقوقها ما تروحش، خلاص ما تروحش، خلاص. طب اخدت حكم محكمه وهو ما نفذش بالظبط، هي هتروح المحكمه تنفذ زي اللي حاصل دلوقتي في حدود ال 500 جنيه كل حاجه، هتاخد برضه 500 جنيه من زي هو ده بقى بنك ناصر. هو ده الكلام، انه الصندوق ده موجود اصلا من 2004، بنتكلم عنه النهارده ليه؟ لان موارده انضبط، لان ال 500 جنيه ما بقتش تعمل حاجه، فاحنا عايزين نطور موارد الصندوق عشان تقدر تتصدى لكل هذه التحديات. وهي فعلا الموارد بتاعته هيبقى فيه من وزن العمل الدوله، صحيح، هيقبل تبرعات، هبات، هياخد من الحاجات اللي قلنا عليها، البطاقه والشهاده يعني الميلاد يعني والطلاق. تمام، انا شايفه ان الصندوق فكره جيده، ولكن اعتقد ان فكره 1% او نسبه مئويه من من المؤخر دي لسه ما اتناقشتش ولا هي لسه ما اتناقشتش. بس لما تيجوا تناقشوها اظن انها محتاجه كلام، لا هيبقى فيها كلام كتير، لان كل حاجه لانها نسبتها دي مقلقه، وعندنا حالات بتقول لك طب انا مش هكتب مؤخر صداق، فبالتالي احنا عايزين نسبه مقطوعه
يعني اكيد مش 100 جنيه عموما. هيئه التعديلات ونصها انا عندي المشروع ما فيش خالص ما قالش اي برسنتج للمؤخر. كل اتقال ال 100 جنيه في كذا، شهاده الميلاد كذا، شهاده الوفاه. بس ده المشروع الجديد. ده المشروع الجديد، فاحنا عندنا ما فيش اي حاجه خالص تقلق ان احنا هناخد نسب. وبعدين لو قلنا هنحط برسنتج ما اوريدي حسب المؤخر، هتطلع مؤخر 1000 جنيه هتبقى هتروح تدفع 2 جنيه مؤخر 1000 جنيه، ما هو هيبقى مش عايز يدفع ومش قادر يدفع. هتبقى النسبه بسيطه، لما بقول برضو 1%. لا مش معقول هحط 1000 جنيه بسيطه. انا بقول ده لو 1000 جنيه، لو 100000 جنيه على النسبه دي يبقى هو اصلا ارتضى ان هو يدفع ال 100000 جنيه 10000. فانا بتكلم الحقيقه انا يعني مختلفه على النسبه، معلش انا يعني مختلفه على النسبه لان احنا لازم نيسر الامور ولا نعاقب. خلاص واحنا لا وكمان ما نعاقبش الست، هتناقشوا ده وبعدين ما نعاقبش الست لان ده بيتكتب حقها في الوثيقه. بس ارجو ان انتوا لما تناقشوها تتفتح ده للنقاش لما نشوف، بس نشوف الحوار المجتمعي كمان الناس هتقول ايه. طبعا.